كابتن عادل، مساء الخير. مساء الخير امير، ازيك يا كابتن؟ منورنا حبيبي. انت اللي منور ودايما متالق يا رب. ربنا يخليك يا كابتن. عايزين نتكلم عن مباراه الغد امام جزر القمر، بس قبل ما اتكلم عنها عايز اخد تقييمك لاداء المنتخب في مباراه كينيا والسلبيات، ولو في ايجابيات كمان وجهه نظرك يا ريت تقولها لنا يا كابتن عادل. لا طبعا السلبيات، مصر كلها اتكلمت السلبيات كويس، وكان في انتقادات كبيره جدا، وده وارد، وده وارد ومقبول، لان حجم او قيمه اللعيبه اللي موجوده في الملعب تسمح لهم وتسمح للجمهور انه يستنى منهم اكتر من كده، فده شيء طبيعي. ودي كوره عامه، الكوره لو جينا بصينا لكل مدربين العالم بيجي له فترات بينتقد عادي، يعني مش ده ما يقللش من شان المدرب وما يضايقوش، لا بالعكس، انا ياخد الموضوع في اتجاه تاني خالص. وانا شايف ان الاهم في المباراه دي ان هي ادتنا مسجات وادت للجهاز الفني رسائل ومسجات لان اللي جاي هيبقى عامل ازاي. وانا مش فارق معايا دي خالص، انا اهم حاجه الهدف اخذناه من المباراه، مصر صعد بطوله افريقيا، ولكن ما بعد ايه؟ اللي جاي ايه؟ اللي جاي لازم تبدا تشوف ان انت عندك سلبيات كان كتير في المباراه، انت كنت لعبت بالتشكيل شبه الامثل بنسبه 90% او 95% تمام من اللعيبه اللي انت مستقر عليها، واللي اي حد في مصر عايز يحط تشكيل هيحط تشكيل ده، باستثناء لاعب او اثنين يعني من ظروف الاصابه هي اللي بعدته. بالظبط. ولكن الاداء بقى هو اللي فيه مشكله، ولكن انا بقى كمدرب او كجهاز منتخب لازم الفتره الجايه ابدا ادور السلبيات اللي كانت موجوده عندي دي ازاي احولها لايجابيات، وهو ده الاهم، ازاي بقى عندي اثنين بقيمه صلاح وتريزيجيه ما كانش ليهم دور دفاع كتير في المباراه، ازاي احول لهم ان هم ملوش دور دفاع، ازاي اخلق لهم ناس تقدر تدافع في اماكنهم، ازاي اخلق اغير طريقتي جوه الملعب، ده مش عيب خالص، ممكن يكون بنفس الاشخاص، يعني ممكن اغير طريقتي بنفس الاشخاص طبعا، يبقى في ادوار مختلفه عن الادوار اللي كانت موجوده في المباراه. المباراه كلها يعني من ضمن السلبيات انت طول الوقت الاطراف بتلعب 2 ضد 1، فرقه الكينيا بيلعبوا 2 ضد 1 طول المباراه، وخلقوا فرص كتير جدا من الحتت دي، وانت بتلعب 4 2 3 1 معظم المباراه. لو انا عندي جناحين ما بيدافعوش بشكل كويس ممكن اغير لهم الطريقه شويه، او وده كان واضح في الماتش، كان واضح جدا لكل الناس، بس المهم ان احنا نعمل ايه بقى، هو ده مهم جدا في ان احنا نعالج ازاي، لان انت ده هتقابله تاني. بالظبط، تيجي تقابله تاني في ليفل اعلى، فلما المستوى الاعلى انت خد بالك، مع كينيا، كينيا خلقت حوالي 14 او 15 فرصه ما يقدروش يستغلوها، كمان كان حكم فير قوي وحكم كويس جدا، وده من حسن حظنا. بالظبط، انت لو ما معكش حكم مش فير او حكم مش ما عندوش خبره كبيره كان في حاجات تعدي جدا، ومش هتبقى تقدر تقول ان الحكام متسببين في الاخطاء. تمام، مهم جدا الفتره الجايه بقى لازم يبقى في ادوار مختلفه لصلاح وتريزيجيه لما يكونوا موجودين معاه في المنتخب. ادوارهم مش لازم يدافع على 50 60 متر يرجعهم كامله، ممكن يرجع لقلب الملعب، ممكن ابقى عندي ثلاثه في نص الملعب زي ليفربول ما بيلعب. ليفربول برضو الاجنحه ما بيدافعوش لغايه الاخر، لعيبه نص الملعب هي اللي ممكن تتولى المهام على الاطراف، وده جزء، وده مهم جدا ان يكون انا كمدرب عندي لعيبه اخلق لهم طريقه او اخلق لهم خطه جوه المباراه. خطتي ان انا هي طريقتي 4 2 3 1 او 4 3 2 1، ولكن مهام الدفاعيه هي اللي فيها مشكله شويه. بالظبط، على مر تاريخنا ممكن نكون ما بنأديش احسن حاجه بره ملعبنا، وده شيء طبيعي، ولكن المره دي كان شويه زياده قوي، لان كان باين ان احنا كنا بعيد خالص عن المباراه. فعلا كنت ممكن تقفل دفاعيا بشكل كويس، احنا هجوميا ما كانش لينا انياب تماما، ولكن برضه دفاعيا ما كانش لينا شكل واضح، ما كانش لينا ترتيبه واضحه في المباراه. الجيم كان مفتوح، كنت العب بطول الملعب، يعني ما بين الخط الديفنس وخط واول خط الهجوم كمصطفى محمد بتتكلم في 50 60 متر، وده رقم كبير جدا في الحاله الدفاعيه. طبعا طبعا، دي من الحاجات برضو اللي احنا لازم تبقى واخد بالك منها، وده عادي. انا شايف ان في كل تاريخنا كله الماتشات قليله جدا اديناها بشكل كويس ولعبنا فيها كوره بره ملعب، ولكن الفرق الكبيره بتبقى محتاجه شويه، لو انت مع مستوى اعلى لا هيأذيك جامد في المباراه. طيب، هيسجل فيك اهداف اكتر. طيب، انا عايز اسالك سؤال يا كابتن عادل، هل حجم الاسماء اللي احنا بنشوفها في منتخب مصر ولعيبه بتلعب في التوب ليفل في انجلترا وكلام من ده، هل طبيعي حتى لو بنلعب خارج ارضنا نشوف المستوى ده، نشوف ان مفيش اي انياب للمنتخب، ان جون كده في الاول خطفته وبعد كده انت ما ظهرتش خالص؟ هل كمان قله التجمع
بالنسبه كمعسكرات لمنتخب مصر دي ممكن تاثر حتى لو معاك اسماء كبيره جدا بحجم النجوم اللي احنا بنشوفها في المنتخب؟ الاجابتين، الاجابه الاولانيه لا طبعا، اللعيبه اللي موجوده معايا ما ينفعش يبقى ده هو ده الاداء، وما ينفعش ده بقى المردود بتاعهم. تمام. والمفروض الناس يعني، والانتقادات جت على حجم الاسماء، اللعيبه اللي موجوده معاك والاسماء اللي موجوده معاك. الشق الثاني، خلينا نتفق كلنا برضو ان مصر بتأدي كويس جدا في التجمعات. على مدار التاريخ معروف على مدار لنا. التاريخ انت محتاج مباراه، يعني مصر بتلعب مباراه كويسه في البطولات، تعمل بطوله كويسه لو هم متجمعين كويس، متجمعين قبلها كويس، مقفول على اللعيبه كويس. وده شيء احنا رقم واحد فيه في افريقيا. احنا تمام. كل التجمعات، كل البطولات اللي دخلنا فيها التجمعات ادينا فيها بشكل كويس، على العكس المباريات اللي فيها اللي هي مباريات التصفيات، مباراه واحده رايح كمان شهرين رايح مباراه ثانيه. وده احنا برضو خد بالك، احنا من اصعب الحاجات اللي بنقابلها في تصفيات كاس العالم هي دي، تباعد المباريات. احنا عندنا مشكله شويه في المباريات البعيده عن بعضها. انا بقول لك لو احنا تصفيات كاس العالم دي عباره عن تجمعات وبتطلع منها بطل، نتأهل كل مره. انا بقول لك مصر هتطلع كل مره كاس عالم من غير بدون منافس. لكن احنا عندنا مشكله على مر التاريخ في الحته دي، احنا بتبقى شويه محتاجين نتجمع، ودي طبيعتنا. يعني برضو احنا لازم، برضو وانا بنتقد او انا بشرح حاله، لازم اشوف انا طبيعتي ايه. طبعا المردود مش زي اللي مش زي مش على قد اللعيبه، على حجم اللعيبه، ولكن طبعا لازم في مبرر. طيب. ان قله التجمعات طبعا ده كلام منطقي. طيب. جدا. طيب علامه استفهام كبيره جدا حول محمد النني يا كابتن عادل، ومحمد النني بيلعب افضل مواسمه مع ارسنال في الحقيقه، وبيشارك في عدد كبير من المباريات، وكمان مش بيشارك بس، ده بيتالق مع ارسنال. هل بالنسبه لك لغز ان محمد النني حتى ما نزلش في الشوط الثاني، وتم تفضيل عمر جابر اللي مش ده اصلا مكانه انه يلعب في نص الملعب بعد اصابه حمدي فتحي، وكمان السوليه نزل مكان طارق حامد، فبالتالي النني رقم خمسه في المكان ده، هل ده امر منطقي من وجهه نظرك؟ بص، لا هو مش منطقي تماما. وحتى انا كمدرب لازم اشوف المواقف اللي ما تخلينيش اعمل مشاكل، او اللي ما تعمليش مشاكل. من الحاجات اللي برده المفروض يبقى فيها برده حنكه شويه من الجهاز، انه ما يبقاش في مشاكل كتير في اوقات قليله. صح. بالذات كمان انا كان عندي فكره، او الجهاز كان عنده فكره، ان بعد الصعود انت ممكن ما تلعبش اللعيبه للمحترفين في المباراه الثانيه. بالظبط. فاذا فانت ممكن تستغل المحترفين، بالذات كمان النني بقى مختلف عن قبل كده. النني لما كان بيجي المنتخب قبل كده انت كنت بتقوم له، كان بيقوم بدور رقم 8 اكتر. طول الوقت انت كنت بتصنفه رقم 8. فعلا. النني دلوقتي في ارسنال بيأدي احسن حاجه في رقم 6. وفي رقم يعني بيلعب 6 و8، بيلعب الاثنين. بيأديها بشكل كويس، بيقطع كويس، من اكتر الناس اللي عندهم نسبة تمرير جيدة، وبيقطع كويس. المستوى مختلف، ان هو بيأدي وظيفة مختلفة شوية مع النادي، ولكن انا اقدر استغل ده. محدش هيلومني خالص ان انا اجيب لعيب من ارسنال وهو ماشي كويس. يعني قبل كده ممكن يكون كان، عشان برضه نتفق ان كان في انتقادات. طبعا 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 دي حقيقة. ولكن دلوقتي هو الراجل، الولد بيأدي بشكل ممتاز، هو جيد جدا جدا. فانا برضه ممكن اخد احسن حاجة عند كل لعيب. وبالذات كمان المباراه كانت مباراه مؤثره، محتاجه اللعيبه اللي عندها خبرات. صح. لاني بقاله 6 أو 7 أو 8 سنين في المنتخب بيأدي بشكل الى حد ما معقول. يعني مش هنقدر نقول ان كان احسن حاجه او اقل حاجه، لا، فعلا. في المتوسط، بيدي المتوسط بتاعه، وعنده كم خبرات جوه الملعب كويس. بالظبط. فالنقطه ان انا كنت ممكن استخدمه، وطالما انا عندي الفرصه ان انا ما اوديش المحترفين المباراه الثانيه، يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر. ريحت اللعيبه اللي هتلعب في مباراه افريقيا لما ترجع، ادي ابقى بالتناوب. وفي نفس الوقت دخلت عنصر مهم عندي. بالظبط. عنصر مهم، ما اعمليش مشاكل في اوضه اللبس، لان النني برضو عنصر مهم جدا، اسم كبير في كل الاحوال. بالزبط. محمد النني يعني. طيب بالتالي قبل ما اختم مع حضرتك، وسريعا، رايك بكره المنتخب ازاي يعالج اخطائه، والكابتن حسام بدري يبتدي المباراه بتاعت جزر القمر ازاي من وجهه نظرك؟ وبص، مباراه بكره دي ليها كذا سيناريو. انا شايف ان هو لازم، في لعيبه لازم تاخد فرص كتير بكره. احنا كده كده ضامنين الصعود، يعني قريبين جدا من، يعني خلاص، يعني مش محتاجين المباراه. بالظبط بالظبط. وقريبين ان انا عندي لعيبه كانت موجوده عندي في المنتخب اوريدي، بس ما تاخدش بقى لها فتره. ممكن ارجعها تاني، ابدا اريح الناس اللي ممكن تبقى موجوده كمان كام يوم في افريقيا، برضه عشان ما ادخلش نفسي في حته في حسبه ملهاش لازمه خالص، ان ما بقاش لعيبه عندي التاني التعور. بالظبط. برضه لازم الموضوع يبقى يكون فيه شويه، يعني
مش عايز اقول ذكاء، ان كابتن حسام عنده من الذكاء اكيد اكيد خبرة. والخبره ان هو م. يقدر يعالج ده. فاتمنى ان اللعيبه اللي ما عندهاش بورد افريقيا اللي مش هيبقى فيها مشكله يبدا يديها بشكل احسن، عشان ما يدخلش في مشاكل مع الانديه بطريقه غير مباشره. هو مفيش بالظبط مشاكل طبعا، كله بيخدم مصر، اكيد ولكن اكيد طالما المباراه مش يعني مش مؤثره قوي، ممكن ابدا ادي الناس اللي هي مش هتبقى مؤثر عليها او عليها اجهاد في المباراه اللي جايه. تمام كابتن عادل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن عادل مصطفى احد نجوم النادي الاهلي السابقين والمحلل المميز جدا والممتع في الحقيقه في تحليله، كان معانا على الهاتف بخصوص مباراه الغد وبخصوص تقييمه كمان للمباراه السابقه لمنتخب مصر الاول. طيب